اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. كابتن عمرو، الاتحاد تفوق بهدفين مقابل هدف واحد على الاتحاد، لكن الاتحاد كان افضل. المصري عفوا تفوق بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الاتحاد كان تحسن في الشوط الثاني عن الشوط الاول، لكن المصري كانت له اليد العليا في الشوط الثاني. دي حقيقه. الشوط الاولاني كان وان سايد جيم بالنسبه للنادي المصري، حتى في الضغط وفي التحولات الهجوميه كان الاكثر استحواذا النادي المصري، ولكن الشوط الثاني مع تغيير شكل واداء فرقه نادي الاتحاد في وسط الملعب، وخصوصا مروان عطية. مروان عطية كان بيلعب 2-6، يعني مروان كان بينزل كتير قوي مع مارو سليفو في وسط الملعب. مروان الشوط الثاني اتحرر، بدأ يزيد في نص الملعب، بدأ يبقى الكرة الثانية، يعني بدأ يبقى طريقة نادي الاتحاد زي طريقة النادي المصري في الشوط الأولاني بالظبط. زود ناس في نص الملعب، بدأ يضغط، بدأ يستحوذ على الكرة الثانية، عشان كده شكل الاتحاد الشوط الثاني تحسن. حتى الكرات اللي هي الكره الثانيه كان في تنافس ما بين لاعبي نادي المصري ونادي الاتحاد في وسط الملعب، تحس ان الزوران يعني الشوط الثاني بدا يزود في وسط الملعب، بدا يبقى فيه استحواذ في وسط الملعب، فتحس ان الغلبه بالنسبه لنادي الاتحاد في الكره الثانيه في الشكل والاداء الهجومي. قدر ان هو يعني يحرز هدف، ولكن ما قدرش ان هو يحافظ عليه، ودي نقطه مهمه جدا. مروان في اوقات صعبه جدا بيقدر يخرج النادي المصري من المشاكل. يمكن الاخطاء الدفاعيه بالنسبه لنادي الاتحاد بيدفع ثمنها دلوقتي، يعني عبد الله نصيف في الكوره وتقدير الكوره في الهدف الثاني مشكله كبيره جدا. النهارده الديفنس لازم يبقى اخد باله ما يبقاش فيه اي اخطاء، والنهارده الخطا كلف نادي الاتحاد 3 نقاط، يعني اعتقد ان النادي المصري كان بيسعى ليها من بدايه المباراه. فطبعا الف الف مبروك للنادي المصري، ده يديله وضع استقرار بشكل مميز جدا. انا من وجهه نظري ان المباراه النهارده يعني تقاسم شوطيها ما بين نادي المصري الشوط الاولاني ونادي الاتحاد الشوط الثاني، ولكن الاخطاء الدفاعيه تظل هي يعني المحور اللي نقدر نتكلم عليها بشكل كبير جدا. النهارده مروان لو قدر ان هو يستغل الكرات اللي جات له في الشوط الثاني كان ممكن يقتل المباراه. وفي نفس الوقت الاتحاد نادي المصري كان يعني حتى حاسس بالتغييرات بتاعته ان خلاص هو قفل الجيم، هو عايز يخرج بالمباراه 2-1، هو وصل للهدف الثاني من مروان وقدر ان هو ينزل الشكل الدفاعي، فاستفاد بصراحه من الغلق المساحات، استفاد حتى من الكرات اللي هي المرتده بالنسبه لمروان حمدي الشوط الثاني اللي تحمل عبء كبير جدا. فانا شايف من وجهه نظري طبعا يعني فوز مستحق للنادي المصري، وهارد لك طبعا للاتحاد وجماهير نادي الاتحاد.